لعلمك يا ياسمينة يا حبيبتي، أنا هحتاج الكمبيوتر بتاعي. أخيراً يا بابا، أخيراً تعمل الكمبيوتر بتاعي أبجريد. أبجريد إيه؟ لا يعني عايزه، يعني هحتاجه يعني عشان في حاجة معينة في دماغي كده عايز أعملها. هتحتاجه في إيه؟ يا جماعة مدام أنت سألتيني بقى ياسمين، يا جماعة أنا قررت بعون الله وإن شاء الله إن أنا أفتح في المطعم بتاعي سايبر للكمبيوتر. سايبر؟ يا سلام، وهتفتحوا بقى يا بابا بالكمبيوتر بتاعي؟ لا يا حبيبتي، الكمبيوتر بتاعك ده عبارة عن نواة للمشروع، يعني هبتدي الأول بالكمبيوتر، وأي مشروع صغير بيبدأ صغير وبعدين بيكبر إن شاء الله. هو في يا بيبي؟ هو أنت هتربي بيبي؟ ده مشروع كبير جدا يلزمه أسس وقواعد، يعني على الأقل مش أقل من 10 كمبيوتر يبقى عندك عشان تبدأ المشروع ده. أفتح سايبر بتاع كمبيوتر ب10 كمبيوتر؟ أنا بقولك عايز أفتح سايبر مش أفتح هايبر. يعني أنت عايز تاخد الكمبيوتر بتاع البنت الغلبانة دي المسكينة، الحاجة الوحيدة اللي طلعت بيها من البيت ده، عشان تاخده تعمل بيه سايبرك وتخلي الناس تخمس عليه؟ تخمس عليه؟ هو انا افتح كوبايه شاي يا ماما تخمس ايه؟ لعلمك انا المشروع ده مشروع بفكر فيه بقالي فتره طويله جدا، وقررت انفذه ان شاء الله، والكمبيوتر بتاع ده يا دوبك يعني حاجه بسيطه، لسه هجيب اجهزه كتيره جدا، يعني احتمال اجيبها مستعمله عشان تبقى رخيصه يعني. خلاص يا ابي، زود عليهم واحد كمان من اللي اسعارهم رخيصه دول، وسيب لي الكمبيوتر بتاعي انا وياسمين عشان انا ما اقدرش استغنى عنه خالص. طبعا طبعا يا هاني، ما تقدريش تستغنى عنه، طول النهار قاعده لي بتعملي شات مع اصحابك، شات وحركات وحبشتكنات، يعني انا مش فاهم ايه. الله صحيح يا نجلاء، هو الشات ده صحيح يعني بيبقى على نمر التليفون السايبر ولا بيبقى له نمره مخصوص؟ ايه بتقولي عايز افتح سايبر؟ انا اعتقد يا عادل ان انت تخليك في محل الفول والطعميه علشان الريسك. ريسك؟ لعلمك بقى مفيش حياه من غير ريسك. لعلمك يا عادل، الريسك ده في الظهر. يا اجنورنت، ايه تري اجنورنت؟ مش معقول ريسك ده يعني ريسك ريسك؟ ها انت اجنورنت، التاني اسمه الديسك. لعلمك بقى يا حماتي، ما اسموش ديسك، اسمه هارد ديسك. لعلمك بقى يا ابي، الهارد ديسك ده موجود في الكمبيوتر. لعلمكم بقى كلكم، انتوا عيله هبله وناس فاضيه. لعلمك يا سناء، انا لسه قاريه كتاب عن كيفيه التعامل مع عائلتك، بيقول ان اختلاف وجهات النظر لا يفسد في الود قضيه ويجعل المحبه تسود والانشطار العائلي. شكرا شكرا. لعلمك يا ماما، انا اصلا عمري ما شفتك بتقري في كتاب. ياسمين، لعلمك بقى ياسمين، انت كده احرجتي ماما جدا. لعلمك يا عادل، مراتك عمرها ما بتتحرج ابدا. لعلمك بقى انت زدت قليله الادب، ما تقوليش كده على بنتي ابدا. السبع بالسبع خالص. لعلمك يا عادل بقى، انت لازم تاخدي حقي من مامتك. هتاخدي حقي ولا لا؟ لعلمي علمك يعني. اتفضل يا عم. يا عم حل عني بقى يا عم، انت ايه ما بتزعقش؟ الله، ما هو بص بقى، انت لازم تاخد الشندوتشات دي، يعني لازم تاخد الشندوتشات دي. انا اساسا بقى يعني ما طلبتش الشندوتشات، وبعدين انت عايزني انا اكل الشندوتشات البيئه دي؟ بيئه؟ هي السندوتشات كمان فيها بيئه ومش بيئه؟ وانت مين بقى اونكل؟ انا صاحب السايبر يا سيدي. طب كويس بقى يعني اونكل انك جيت، يرضيك بقى اونكل الفيروس اللعين ده كل شويه يقوم جاي ياكل الشندوتشات، وانا يعني اصلا ما طلبتش الشندوتشات خالص. ياض يا فيروس ياض، ما طلبش السندوتشات بتديها له غصب عنه ياض. مش انت اللي قلت لي الشندوتشات دي تنزل العيال دي اجباري؟ انا قلت لك كده؟ لا، انت قلت لي الشندوتشات دي تنزل العيال دي اجباري. طب خلاص، قلت لي بقى السندوتشات دي بتاعتي على المكتب، ماشي، واحسب الحساب على الاستاذ. ماشي يا استاذ. والاستاذ اسمه ايه امال؟ انا اسمي عمر، عمر النتاوي. ماشي يا عم النتاوي، النتاوي ده عشان النت يعني والانترنت. ايوه. احسب السندوتشات على الاستاذ عمر النتاوي. شكرا يا اونكل. خش. اتفضل يا استاذ عادل، الصبي بتاعك بيسرق الزباين بتوعي. زباين ايه اللي يسرقهم يا عم؟ انا الحمد لله السايبر والمطعم بتوعي مليانين على الاخر، ده انا ما عنديش مكان فاضي. بص قد ايه منتظرين. ما كلهم زبايني. مين اللي زباينك؟ انتوا يا جماعه تعرفوا الواد ده؟ اه شفت، ولا حد يعرفك اساسا يعني. وبعدين عمل ايه حضرتك؟ اتكل على الله. ريستارت بقى يا استاذ عادل، واسمع التقيله دي. الصبي بتاعك بيقول للزباين بتوعي ان انتوا بتعرضوا هنا افلام انكت. انكت؟ انكت؟ لو يعرف يقول انكت، انت تعرف تقول؟ ده ما انا نفسي ما اعرفش يعني ايه انكت. قول كده انكت ياض. كت 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 اهو، اتفضل. ولا يعرف يقول انكت. قلت كده ياض ولا ما قلتش ياض؟ لا ما قلتش لزدول، انا بريء حتى اسال الناس دي. انا قلت كده يا شباب. ايوه. شفت ان هو بيتبلى عليا ازاي؟ ايوه طبعا بتتبلى عليه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ عايز حاجه تاني حضرتك؟ اتكل على الله. يلا يا عم خميس. اسمع بقى يا عادل، اخر كلام عندي،
خلي صبيانك يبعدوا عن الزباين بتوعي وبلاش نفسنا بقى وحقد على الناس اللي نجحت. انا نفسنا يا ابني؟ النفسنا اللي عندك اساسا هتجيب اخر الشارع كمان شهر لما تلاقي كل الزباين اللي في السايبر اللي عندك واللي في اي سايبر في مصر كلهم موجودين وبتخانقوا عشان يلاقوا مكان عندي هنا. هنشوف يا استاذ عادل، والبقاء للاصلح. سلام. خد يلا ميزو. ايوه يا استاذ دول. تعال. ايه حكايه البقاء للاصلح دي؟ انا عارف يعني راجل حقود عينه وحشة. اه وغير كده تلاقيه كمان انكت. هاي 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 مالكم مالهم؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا رانيا مراتي، اهلا وسهلا. تقول اللي جابكم؟ مش احنا متفقين على كده؟ اصل المكان بصراحه تحفه. ايه ده يا بيه، ده انت عملت من الفسيخ شربات. قصدك عملت من المطعم سايبر جامد جدا، لعلمك انا اقدر اعمل من اي حاجه اي حاجه تانية غيرها خالص. بيبي مش هتدور لنا بقى على مكان عشان نقعد فيه؟ رانيا حبيبتي زي ما انت شايفه المكان كله مليان، بس ممكن تستعملوا المكتب بتاعي والكمبيوتر بتاعي بس نص ساعه لانه محجوز بعد كده. ها احنا مش محتاجين اكتر من كده. يا اتفضل اتفضل، خدي يا نجلاء الكرسي ده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، المكان مليان اهو. ربنا يزيدك يا ابني، ربنا يزيدك. ربنا يخليك يا ماما، ربنا يخليك. وانت ايه اللي جابكم مال؟ مش مهم يا ماما ان الواحد يبدا عمل جديد، المهم الاستمراريه. يا ساتر يا رب، دايما تقطع يا سناء، دايما تقطع. انت جايه عايزه ايه حضرتك؟ جايه عايزه ايه يعني؟ جايه اقعد على النت زي باقي البني ادمين. طلب طبيعي، عندي بحث عايزه اعمله، كيفيه شعور الانسان بالهلع وقت المصائب. مصائب؟ يا ساتر عليك يا سناء. اولا انا ما عنديش ولا مكان فاضي زي ما انت شايفه، كله محجوز كله محجوز. كله محجوز يعني حلو لمراتك واخت مراتك ووحش لينا؟ اشمعنى هم قعدوا يعني؟ اخص عليك يا عادل بقى، اتفضلوا عليا انا واختك. يا ماما انا ما فضلتش حد على حد يا ماما، هم جم بدري. تعالي يا ماما تعالي. واللي بيجي بدري بيقعد ولا ايه؟ اه اللي بيجي بدري بيقعد. ايه عايزه ايه؟ وانت اتلقحين اهو على اي جنب الغدا مش واقفه يعني؟ اتفضلي واقفه. هاي عمر. هاي تيتو. ايه المكان اللوكال ده اللي انت جايبني فيه؟ ليه بس كده يا تيتو؟ طب لعمك بقى المكان هنا سفنتازي لو استح. لا يلا بقى، وفي سندوتشات يا تيتو، فول بقى وطعميه. انت عارف صاحبك بيجوع بسرعه. ايش تمام، وريني بقى بتتفرج على ايه. يا لهوي يا لهوي، دي حاجه جامده اخر حاجه. واو دي حاجه جامده اخر مقاس. ادي عمر. ها شايف القطعتين دول؟ شايفهم يا سيدي. انا والنعمه والنعمه قاعد مستنيك من الصبح بقى عشان نظبطهم سوا. اوكي. هيا موزز، ايه ظروفكم النهارده؟ ايه يا حبيبي في ايه؟ حبيبي كده على طول من غير ما ندرس خلفيات بعضنا الاول؟ ده انت شكلك بتستظرف كده. محسوبك بقى ظريف جدا. ياد مالك يالا امور، في ايه؟ جرايا اونكل، ما تسيبنا بقى نشوف البيزنس بتاعنا. الله بيزنس ايه ياد؟ في ايه انت وهو يالا؟ وانت ايه ده انتوا بتتفرجوا عليه ده يا يخرب بيتكم، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ لا بقول لك ايه، ده مطعم محترم. جرايا اونكل، احنا خلاص بقينا في عصر العولمه والعالم كله بقى عباره عن شقه صغيره وكلنا قرايب. يا سلام. ولا اوعى تكون يا تفكرني مش شباب البيجي بيجي اللي بيروح ويجي. لا لا، دي انت قديم قوي يا اونكل. كده قديم؟ طب خد دي جديده خالص بقى، انت مش شباب الكاكي اللي بيبيض ويكاكي. حلوه حلوه. ها عايز ايه؟ بتحترم نفسك يالا؟ ولا هيما ولا ميزو. استاذ اقفلوا الباب بتاع المحل عشان في عيله هتتعلق النهارده. لا يا حبيبي، لا لا بلاش بلاش يا حبيبي، صحتك. ما تخافيش يا طنط، احنا بقى اللي هندقله صحته دي خالص. طنط مين يا؟ صحت مين؟ ولا 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 الحركه دي، ايه الحركه دي؟ دي حركه 2012 يا معلم. ولا ميزو ولا هيما الحقوني يالا. مالناش دعوه يا استاذ زول، مش انت قلت مالناش دعوه بالمشاكل وانا بسمع الكلام؟ سلام عليكم. يا جماعه ميزو ولا هيما الحقني يالا، الحقني يالا، الحقني يالا. نفس الكلام اللي قاله ميزو مره كمان. سلام عليكم. تعالى لي يا حلو. لو سمحت نزل ايدك تحت. ده وقت مصطفى عمر وقتك ولا دلوقتي يا رانيا؟ جرايا واد منك ليه؟ جرايا واد منك ليه؟ ما تحترم نفسك. اهلا اهلا يا حبيب قلبي. حبيب قلبك؟ حبيب قلب مامتك يا حبيبي. ايه مش تحترم نفسك؟ مش تحترم نفسك؟ جرايا متفتون، بص لي هنا. انت بتضربين انا بالقلم؟ بضربك بالقلم واكسر لك دماغك. مش انت الواد بتاع تالت اول؟
مش انت نفس التناحه فاكراك مين دي؟ دي ابله سناء. ايوه ابله سناء. عارف لو شفت وش واحد فيكم هنا تاني مره انا عارفه بيوت اهاليكم، هروح بيت بيت واقول لابوك وامك يلا اتنحلي يلا. وربنا مع سيدي هجيب جزمه بالجزمه زي علق زمان. رفع عليك يا سناء، رفع عليك اخيرا بقالك فايق. وانا لسه هلم وراك يا موكوس، هفضل الم وانا عشلك العمر كله. خلاص بقى يا سناء خلاص، مش قدام الناس عيب. ناس مين؟ ما انت بتضرب على قفاك قدام الناس طول عمرك من وانت صغير كده، وانا بنزل اضرب العيال اللي بيضربوك. سناء خلاص مش قدام الزباين بتاعتي، اعمل لك فول بالبيض. انت تجمد بقى. خلاص بقى اعمل لك فول بالبيض. امشي بقى ودافع عن نفسك.